أما هلأ رشا، دائما للعمل الإنساني حصة برحلاتنا الصباحية. ضمن صباحنا لليوم رح نسلط الضوء على جهود أبناء سوريا وأيادية الممدودة للخير. للعام الثامن على التوالي بتستمر حملة في محافظة طرطوس. الحديث عنها بشكل موسع معنا عبر الهاتف السيدة ريم عبد اللطيف. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك على شاشة الأخبارية. صباح النور لكم جميعا أصدقائي في الأخبارية السورية، الإعلام الوطني الرائد دائما. يسعد صباحك وصباح أهلينا بطرطوس. طمنينا أول شيء، كيف الوضع عندكم وكيف الأجواء؟ الحمد لله الحمد لله، يعني جيد ومقبول. برد عندكم؟ إن شاء الله. لا الطقس جميل كثير. خلينا نروح لنحكي عن حملة معا نستمر، كونه نحن مثل ما ذكرنا هي بالسنوات الثمان سنوات اليوم على انطلاق الحملة. خلينا نحكي اليوم شو كان حضرتوا لافتتاح المدارس؟ طبعا نحن مثل كل عام وفي بداية كل عام حملة معا نستمر الوطنية مستمرة بتقديم المساعدة لعدد من طلاب المدارس. يتم اختيارهم من الأسر المحتاجة، من أبناء ذوي الشهداء، كمان من أبناء الجرحى، من الأفراد أو نحن نقول لهم تلاميذ اللي بعائلات متضررة من الحرب. يعني نحن نختار أسماء وعن طريق الفعاليات الاقتصادية أصدقاء الحملة يتم تقديم مساعدات خصاصية أو لباس مدرسي أو إعانات مادية حتى معنوية. يعني هو الدعم المعنوي هو هام جدا كمان بهذه المرحلة. صحيح. يعني هي حملة إنسانية مساندة للأسر المحتاجة وفق الإمكانات المتوفرة طبعا. أكيد. وجميل بمعنى نستمر، يعني هي موجودة في كل المناسبات، مستمرة بكل المناسبات. عم نحكي عن افتتاح المدارس اليوم، نحن بشهر الأعياد وشهر الميلاد، أكيد لكم نشاطات وفعاليات خاصة بهذا الشهر. خلينا نحكي عنها، شو اللي محضرينه، بلشتوا فيها ولا بعد عم تجهزوا؟ أكيد، يعني ما يميز حملة معنا نستمر هي تزامنا مع المناسبات وخاصة المناسبات الوطنية والمناسبات المجتمعية والإنسانية. يعني صحيح، مثلا في عنا يوم هلأ نحن بشهر الميلاد نتضرع جميعا طبعا للفرج القريب على الجميع السوريين، نقوم باختيار عائلات وأطفال نقدم لهم نوع من الهدايا، لكن نختار الهدايا ما يتناسب مع حاجاتهم. يعني ممكن أن يكون لباس، يمكن أن يكون محتاجات طعام، ممكن أن يعني كل عائلة شو ما تحتاج من هدايا حسب حاجة العائلة. تماما، نحن نختار العائلة بحاجتها، نطلع شو في عندها حاجة لأطفالها لأولادها لأي فرد في الأسرة ويتم تقديم المساعدة المطلوبة له. تمام. ستريم خبرينا اليوم بحملة معا نستمر كيف عم تقدروا تستمروا ضمن الظروف اللي عم بنعيشها وكيف عم تكون الاستجابة للحالات الإنسانية؟ يعني نحن عم نحقق نوع من الاستجابة، طبعا يتم التواصل معنا عن طريق الأفراد أصدقاء، عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، أي حدا بيوصل لعندنا عن طريق الاتصالات نحن ما عندنا أي مشكلة، أي شخص بيوصل بيتواصل معنا بشكل شخصي أو عن طريق وسيط نحن بناخذ الحالة وبنقدمها فورا، ندرس حالتها، يعني ما بتاخذ معنا وقت كثير على السريع. منتشاور مع الأصدقاء الحملي من الفعاليات الاقتصادية حسب كل من يملك مثلا دعم، بنقدم المساعدة ويتم التواصل بشكل مباشر فورا، يعني دون أي وسيط. نستدعي الشخص نحن بنروح لعنده على البيت أو أي مكان، ما بتفرق معنا، يعني نحن هاي الأمور تجاوزناها تماما بسبب الظروف. طبعا أي شخص احنا ما بندعيه على مسافات بعيدة، نحن بنروح لعنده أو بنوصل له عن طريق وسيط إذا كان بمكان بعيد بسبب الظروف. نحن كلاتنا هلا بدنا اكيد نحشد يعني جهودنا مع بعضنا اكيد ونوقف مع بعضنا، لانه هذا نحن بنقول نوع من اعاده الاعمار الانساني والشخصي. صحيح. لافراد جهود كبيرة عم تقوموا فيها، يعطيكم ألف عافية. بدون الظروف اللي عم نعيشها يمكن الجهود عم تكون اليوم مضاعفة، لأنه نطاق العمل الإنساني عم يتوسع. يعني عم نحكي عن أهداف عام 2022 يمكن حققتوا العديد من الأهداف والنشاطات، عم نودع عام 2022، محضرين شيء بعام 2023؟ عاملين جدولة أعمال، حابين توصلوا لأكبر عدد في أرقام محددة أو محافظات حابين توصلوها؟ أكيد، نحن في عيد الميلاد هلا عنا، ونحن من بعد انتهاء عيد الميلاد ورأس السنة رح نعمل كمان تضافر جهود أخرى، يكون بلش الفصل الثاني عنا الفصل الدراسي، رح نعمل حملة لتقديم مساعدات مدرسية للأسر التي يتم اختيارها،
كمان احنا عندنا بشهر الميلاد يتم الوصول الى من خلال تقديم سلال غذائيه يتم تشكيلها من احنا يعني بشكل شخصي ونقدمها لعدد من العائلات بمناسبه شهر الميلاد. طبعا نحن نستهدف كل افراد المجتمع، نحن نستهدف جرحى احيانا بنوصل لعندهم لاطفالهم عسكريين ومسرحين ذوي اعاقه، لا فرق يعني ما نحن ما عندنا اي فرق بهذا الاختيار. وان شاء الله نحن نكون حققنا شيء. انا بدي اذكر مثال بسيط، تم التواصل معنا من فتره حوالي شي شهر عبر الفيسبوك شخصيا بوجود اطفال خارج المدرسه متسربين من المدارس، وبحكم عملي الاعلامي والتنموي في مديريه التربيه تم التواصل معي واعدنا هؤلاء الاطفال من خلال موافقه سيد مدير التربيه الاستاذ علي شحوت، مشكوره جهودهم والتعليم الالزامي، جبنا الاطفال وطبعا رجعناهم عملنا لهم الاضابير الرسميه وتم اعادتهم الى المدرسه، وقام نقيب الفنانين في طرطوس بتقديم المساعده الماليه وايضا اصدقاء الحمله ممن لديهم مساعدات بالقرطاسيه ولباس المدرسي قمنا بتقديم لهم الاعانه الماديه والمدرسيه كامله، ورجعنا تاكدنا انه الاطفال قد عادوا الى مقاعد الدراسه. وهذا المهم اليوم انه توصل يكون الدعم للاشخاص اللي هن اكثر استحقاقا، وكثير احنا اليوم بحاجه لتكونوا موجودين بيناتنا وبحاجه ايضا حضرتكم للدعم من كل المجتمعات الاهليه. بدنا نتشكرك اليوم ست ريم ونتمنى لك كل الخير وكل عام وانتم بالف خير. أنا بتشكر الإعلام الوطني الرائد متابع للأعمال الإنسانية والوطنية دائما الإخبارية السورية، ولكم أصدقائي جميعا يعطيكي ألف عافية ونتمنى يا رب هيك عم نقول عام ثامن على التوالي لحملة معنا نستمر إن شاء الله بنحتفل معكم بالعام المية. شكرا كثير إليك.